يقول تفسير قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ نعم، الله بكاف، أليس الله بكاف عبده يكفيه، أي في حفظه ونصرته وتأييده يكفيه الله تبارك وتعالى. وهذا السؤال على سبيل الاستنكار والتقرير، أي إن الله كاف عبده سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن ينال منه شيئا طالما أن الله تبارك وتعالى هو الذي كافيه.